horaire consacré à l'intervention des candidats à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024. Expression directe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم سيد بنزين زواوي ممثل المترشح حسني الشريف عبد العالي. أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المواطنون أيها المواطنات، إن مرشحنا حسني الشريف عبد العالي يتقدم إليكم اليوم ببرنامج فرصة لهذه الانتخابات الرئاسية المسبقة. هذا البرنامج فرصة للجزائريين والجزائريات، فرصة للجزائر جميعا لكي ننهض بالبلد ليكون بلدا صاعدا بإذن الله تعالى يعيش فيه المواطن الجزائري بكرامته. إنه فرصة للشعب القليل باش ما يعاودش يجري مور الزيت ومور السكر ويجري مور الحمص ومور اللوبيا. إنه فرصة باش نقضي على هذيك المظاهر المهينة تاع الطابوهات أو الطابوريات اللي كان يعيشها الجزائري، لأن من مسؤولية الدولة من مسؤولية الحكومة أنها توفر لقمة العيش. يا إخواني يا أخواتي أيها المواطنون أيها المواطنات، الشعب الجزائري المواطن الجزائري أصبح يعيش حياة مهينة وهو يركض وراء لقمة العيش. الماكلة تاع المسكين اللوبيا الحمص العدس حرمت على الجزائري، بل أن احنا شفنا أن الجزائري يمشي يشري العدس بعشر آلاف يشري العدس والحمص لأنه ماهوش قادر يكيل ولا يدير العولة كما نقولوا احنا اللي كنا نديروها في سنوات سابقة عام كامل، لأن القدرة الشرائية تاع المواطن ضعافت، لأن قيمة الدينار ضعافت، لأن المواطن أصبح يلهث ويركض أمام لقمة العيش، وخاصة في المناسبات أصبح كبش العيد أصبح لمن استطاع إليه سبيلا. إنها فرصة من أجل أن نوفر ذلك للمواطن ليعيش حياة كريمة، مواطن يسعد بسكن لائق، سكن من خلال توفير وتنويع المنتجات السكنية. إنها فرصة لشبابنا وشاباتنا سواء المتعلمين الجامعيين أو غيرهم باش هذا الشاب يلقى فرصة عمل. ما ماش باغيين في برنامج فرصة انت حسني الشريف عبد العالي ان الجزائري يبقى تحت رحمة منحة البطالة، وانما نريد ان نحول هذه المنحة الى منحة ادماج بحيث تبقى الدولة مسؤولة من خلال الفرض على المؤسسات الاقتصادية انها توفر فرص عمل قارة ومستقرة. محال الشاب الجزائري منحة البطالة تاع مليون ونص يقدر بها يتزوج ولا يقدر بها يدير دار ولا يدير سكن ولا يدير سيارة، مستحيل. نريد أن نزرع الأمل في شبابنا وشاباتنا. فرصة لكم أيها الشباب لكي تعتزوا بانتمائكم لهذا البطل. إنها فرصة من أجل أن نزرع الأمل والفرح في الجزائريين والثقة في بلدهم ووطنهم. رانا نشوفوا قوافل الحرقة، الناس راه تحرك في البوطيات في السريع وفي غير السريع. رانا باغين الجزائري الشاب الجزائري يعيش في الوطن نتاعو مرفوع الرأس والهامة. غدوة كي يمشي يطلب فيزا يطلبها بكل ثقة وبكل فخر وكرامة. ماناش باغين التمرميد نتاع الجزائري نهار اللي يمشي يطلب فيزا يتسول الفيزا عند القنصليات وقد ترفض، وإنما إنها فرصة للجزائريين من خلال برنامج حسني الشريف عبد العالي نردوا القيمة للباسبور الجزائري، باش الجزائري لما يقدم دوسي ملف تاع فيزا يعطى له وهو في أتم الكرامة والثقة. إنها فرصة للجزائريين والجزائريات باش نحسنوا من المستوى المعيشي لهؤلاء المواطنين. إن حسني الشريف عبد العالي يعد المواطنين والمواطنات بأن تكون له فرص عمل وأن يكون لهم التوازن والعدالة الكاملة في الجزائر، في هذه الجزائر. الجزائر كما قال الشيخ محمود نحناح رحمة الله عليه حررها الجميع ويبنيها الجميع ويحميها الجميع، ولا بد أن يتمتع بثرواتها جميع الجزائريين. للأسف رانا نشوف في الجزائر مواطن من درجة أولى مواطن من درجة ثانية، باغين الجزائريين يتمتعوا بثرواتهم وتوزع هذه الثروة بالعدالة على الجزائريين. إنها فرصتكم مع حسني الشريف عبد العالي. نريد من خلال هذا البرنامج أن الجزائري لا قدر الله نهار اللي يكون عنده مرض يسلم المريض نتاعو إلى المستشفى من خلال منظومة صحية
اللي يلقى فيها في السبيطار في المستشفى يلقى ليرام ويلقى سكانير ويلقى ليزاناليز، مش يحط المريض في المستشفى ومن بعد يبقى يجري هاك وهاك ولا يبقى يتسول من عند المواطنين والمحسنين باش يروح يدير عملية هنا وهناك في البلاد المجاورة لنا وهي أقل منا مستوى وثروات. باغين الجزائري يعيش بكرامته، باغين الجزائري يتمتع بالمواطن بالمواطنه نتاعو، انها فرصه من خلال برنامج حسني الشريف عبد العالي باش كل الجزائريين باذن الله سبحانه وتعالى يستطيعون ان يعيشون وهم مرفوع الراس معتزين بالانتماء لهذا الوطن من خلال غرس القيم والمحافظه على الثوابت، مراجعه قانون التقاعد، مراجعه كذلك القانون الاساسي للتربيه، مراجعة سلم الأجور للمواطنين باش الجزائري يقدر ياخذ راتب يكفيه ويعافيه بإذن الله سبحانه وتعالى. إنها فرصة باش نوزعوا هذه المداخل الاجتماعية والدعم الاجتماعي نوزعوها على الجزائريين المحتاجين، مش يتمتع بها كل الجزائريين سواء يحتاج أو يحتاج. إخواني أخواتي، هذه فرصتكم مع حسني الشريف عبد العالي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة نيلي لميا الممثلة عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، التعليم في برنامج مرشح جبهة القوى الاشتراكية FFS. أعزائي المواطنين، اليوم نحن على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخ بلادنا، إن مسألة التعليم تشكل جزءا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجزائر. منذ استقلالنا شهد نظامنا التعليمي العديد من الإصلاحات لتلبية احتياجات شعبنا ومواجهة التحديات المعاصرة، ومع ذلك يظل نظامنا التعليمي في كثير من الأحيان عالقا في طرق تعليمية عتيقة ومن صراعات إيديولوجية، مما يعيق تطوير التفكير النقدي والتحليلي لدى شبابنا. لقد حان الوقت لتحويل مدارسنا لتصبح مكانا حقيقيا للتعلم وبناء الأجيال القادمة من المواطنين. يقدم مرشح جبهة القوى الاشتراكية FFS إصلاحا طموحا وضروريا للنظام التعليمي الجزائري، مع التركيز بشكل خاص على المسألة الحيوية لتقييم الطلاب. إليكم التدابير الرئيسية لسياستنا الإصلاحية. أولا، مراجعة طرق التعليم والتقييم. سنقوم بتحقيق البرامج الدراسية لتمكين أطفالنا من استمتاع بطفولتهم كاملة. سيتم تقديم الدروس في المرحلة الابتدائية فقط في الصباح، بينما تخصص بعد الظهر الأنشطة الثقافية والمنهجية والرياضية، مما يؤدي إلى تخفيف الحقيبة المدرسية. لكن أبعد من هذا الإصلاح، سنقوم بتحويل طرق التقييم بشكل جذري. حاليا يعتمد التقييم أساسيا على الدرجات التي غالبا ما تعتبر حاكما نهائيا على قدرات الطالب. نعتقد أن من ضروري إعادة تقييم هذه الطريقة لكي تعكس فعلا المهارات والمواهب والقدرات الفردية للطلاب. يجب أن لا يكون التقييم مجرد آلة لتدوين الدرجات، بل أداة لدعم وتطوير الطلاب. سنقدم تقييمات متنوعة تأخذ في الاعتبار ليس فقط الأداة الأكاديمية لكن أيضا المهارات المكتسبة والقدرات الإبداعية والمواهب الفردية. ستكون التقييمات النهائية أكثر شمولا، حيث تجمع بين الأعمال العملية والمشاريع الجماعية والتفكير الشخصي، تعكس تنوع مهارات الطلاب بشكل أفضل. ثانيا، تعزيز العمل في الفرق التعليمية. سنقوم بإنشاء فرق تعليمية تعاونية لدعم الطلاب بشكل أكثر فعالية. سيسمح العمل الجماعي بتحديد احتياجات الطلاب الفردية بشكل أفضل وتحسين التناسق في الممارسة التربوية. ثالثا، مراجعة دور المعلمين. سيتم إعادة تعريف مهنة التعليم لتشمل دعم الطلاب في تقدمهم الشخصي وتطورهم كمواطنين. سيتم تدريب المعلمين لاكتشاف ودعم المواهب والميول لدى الطلاب بما يتجاوز الأداء الأكاديمي البسيط. رابعا، الوقاية من التسرب المدرسي. سنطلق تدابير للوقاية من التسرب المدرسي مثل الدعم الاجتماعي والتعليمي المبكر والتفكير بشكل أفضل في ظروف رفاهية للطلاب. خامسا، التوجيه المهني والتكوين التقني. ستبرم اتفاقيات بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين المهني لتوجيه الطلاب نحو تكوينات مهنية تتناسب مع ميولهم. سنقوم أيضا بإنشاء بكالوريا مهنية لتشجيع هذا التوجيه. سادسا، فتح المدرسة على بيئتها. سنشجع الشراكات المحلية والتعاون مع الفاعلين التعليميين المتنوعين. سندمج المدرسة في فضاء ثقافي تعليمي عام مع تنظيم زيارات وتبادل مع المؤسسات المحلية. سابعا، إعادة تأهيل الثانوي
الثانويات التقنية. سنعيد تأهيل الثانويات التقنية لتلعب دورا رئيسيا في تكوين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال. سيتم تقديم بكالوريا تقنية لتلبية احتياجات سوق العمل. ثامنا، الاستقلالية وتحسين البنية التحتية المدرسية. ستستفيد المدارس الابتدائية من الاستقلال المالي وتحسينات في البيئة التحتية بما في ذلك الطاولات والكراسي الأكثر راحة وتعميم المطاعم المدرسية وإنشاء مكتبات مدرسية التي تحث على إرساخ دور المطالعة. أخيرا، تقدير جمعية أولياء الأمور والتكوين المستمر. ستشارك جمعية أولياء الأمور بشكل أكبر في العملية التعليمية وسنشجع على التكوين المستمر للعاملين في التعليم لمتطلبات التربوية الجديدة. أعزائي المواطنين، رؤيتنا للتعليم لا تقتصر على حل المشاكل الحالية بل تمتد إلى بناء مستقبل أفضل لأطفالنا من خلال إصلاح نظامنا التعليمي ليعكس فعلا المواهب وقدرات كل طالب. سنفتح الطريق لجيل من المواطنين المتنورين الأكفاء والملتزمين. ندعوكم لدعم هذه الرؤية الطموحة عبر التصويت لصالح مرشح جبهة القوى الاشتراكية في 7 سبتمبر 2024. معا يمكننا بناء الجزائر التي يكون فيها التعليم وسيلة للتقدم والازدهار للجميع. شكرا لكم على اهتمامكم ودعمكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مواطنينا داخل الوطن وخارجه، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون الذي تعرفنا هو أحسن معرفة، الذي خاض مثل هذه التجربة في سنة 2019، حيث كانت هناك ظروف جد صعبة وكانت ممارسات أقل ما نقول عنها أنها غير مقبولة، إنما إرادته القوية لتغيير الأوضاع، هو الذي يعرف وطنه، هو الذي يعرف الجزائر، هو الذي يعرف الجزائريين، أراد أن يغير أوضاعهم. فبمجرد أن شرع في مأموريته فضل أن يجتمع مع الحكومة ومع الولاة، حيث أبرز لهم جوانب الجد السلبية التي يعيشها المواطن خاصة في المناطق النائية في المداشر والقرى أين تنعدم الحياة الكريمة. فأقر لهم برنامج حافل على مستوى 13,000 منطقة، بقعة، دوار، مشتى، بعد إحصاء شامل وكامل. إذن قرر إنجاز عمليات بالعشرات الألاف، فغير ملامح قرانا ومداشرنا وجعل أكثر من 6 ملايين من السكان الذين ربما يأسوا الحياة، الحمد لله، أن من جديد يثقوا بدولتهم ويثقوا برئيسهم. ولم يكتفي بهذا، إنما هؤلاء المواطنين الذين يعانون اليوميا يكافحوا أتم عن الكلمة لضمان القوت اليومي، فضل أن يرفع أجورهم لمرتين حتى يصل إلى 47%. وإن شاء الله إن تم تزكيته في هذه التجربة الثانية سيصل بهذه الأجرة إلى 100% وسيحققها إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة للسكن، يعرف بلي مازالت هناك أوضاع جد مزرية رغم المجهود المبذول
خاصة من قبله عندما كان وزير للسكن بالملايين السكنات، إنما كانت هناك أوضاع على مستوى المدن المراكز الكبرى أكواخ ما يسمى بالمساكن القصدرية، قضى عليها وأقر مليوني ساكن زيادة على المجهود الذي بذله. اليوم رانا في ظرف وجيز، أنجز مليون ونصف ولكن أزيد يوعد بمليوني ساكن. نفس الشيء بالنسبة للشباب البطال، أعطاه منحة لمليوني شاب. نفس الشيء بالنسبة للشباب الذين كانوا ممكن موظفين ولكن ممكن في كل وقت قادرين يغادروا، ما يسمى ببرنامج الإدماج، الإدماج على المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي بفتح مناصب ميزانيتية لصالحهم. إنما كل هذا الجهد من ناحية المالية تم يعني بذله من قبل الميزانية تاع الدولة. احنا نريد ان الميزانيه هذه نعززها بالموارد خارج البترول، لان نريد ان تكون لنا كتله ماليه نواجه بها الصعاب ونواجه بها الازمات. وكم عشنا في الازمات، نذكر برك يعني انا قلت بلي ظروف صعبه، نقول لكم نذكر بالجائحه الكورونا اللي ممكن خذت لنا وقت وخلاتنا باش نوجهوا الامكانيات تاع الدوله الى اشياء اخرى، رغم هذا ماشي ما منعناش باش نقوموا باعمال لصالح مواطنينا. في حد ذاتها الكورونا كانت تطلب ميزانيه كبيره، اذا لمواجهه كل هذه الصعاب والتحديات الكبرى لازم تعزيز الاله الاقتصاديه ولازم الاستثمار ولازم نبتعدوا على التبعيه البتروليه، ماهوش غير كلش البترول البترول البترول، لازم ثاني كذلك نشوفوا مجالات اخرى كالزراعه كالسياحه كالاستثمار بالنسبه للخدمات، بالنسبه لازم يكون مداخيل غير التي نجلبها من البترول، ولازم ثاني نفكروا بدل ما نستوردوا نفكروا كيف نصدروا. وبامكاننا ما دام الحمد لله القدرات راهي متواجده في باطن الارض وعلى سطحها، واللي يبقى لنا ان نهيئ هذا الاقليم الكبير، هذا البلد القاره، بفتح شق طرقات مزدوجه بالسكه الحديديه حتى نستغل اذا كل هذه القدرات وكل هذه الثروات احسن استغلال. ولعل مشروع كراج بيلات والسكه الحديديه اليوم راهي الحمد لله ماشيه من بشار نحو تندوف ومن تندوف نحو بشار، اذا السكه الحديديه هذه راهي ستتواصل الى غايه اضرار، الى غايه تميمون، الى غايه صالح، الى غايه تمر راست. نفس الشيء بالنسبه للطرقات المزدوجه، وبالنسبه للجهه الشرقيه استغلال الفوسفات في بلاد الهضبه الى غايه المعنبه، اللي ان شاء الله ثاني حتى على مستوى المواني الكبرى ستهيئ حتى يعني تستقبل اذا هذه الثروات لتستغل احسن استغلال على مستوى حداتنا وعلى تصديرها نحو الخارج. اذا على هذا الاساس نريد ان يكون شعار الحمله من اجل جزائر منتصره يجسد ميدانيا حقيقة، لن يتأتى هذا إلا بذهابكم يوم الاقتراع يوم 7 سبتمبر بقوة حتى تصوتوا على مرشحنا عبد المجيد تبون الغني عن التعريف. تعرفونه قام بما قام به، تعرفوا شكون هو الرجل المناسب في المكان المناسب. تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.